الصحراء إنها أرض الجمال الساحر، بكثبانها الرملية وبأنواعها المختلفة التي يتعاقب عليها الليل والنهار، ويختلط فيها الواقع بالخيال بين عالم السراب والأحلام وقسوة الطبيعة والأجواء. في عالم الصحاري الذي يغطي ثلث مساحة الأرض، ننطلق في رحلة شائقة نجوب من خلالها البوادي المختلفة، نتعرف فيها على معالمها الفريدة، ساكنيها الأصليين، حيواناتها ونباتاتها، عاداتها وتقاليدها، أنماط العيش فيها وتاريخها وأجوائها المتطرفة، لنسبر أغوارها ونتعرف على عوالمها ونستكشف كنوزها. فالصحارى كنوز. الأفلاج. في عالم الصحارى، حيث الاتساع اللامتناهي والحرارة المرتفعة والظروف القاهرة، تتصدر مصادر المياه المشهد مانحة الحياة لكل الكائنات. لكن محدودية هذه المياه أوجبت على ساكني الصحراء منذ القدم أن يبتكروا قنوات لنقل خيراتها إلى أبعد المسافات، فكانت الأفلاج التي عبرت بالمياه حدود الرمال، فسقت الزرع والأشجار، وروى الظمأ البشر والحيوانات كشرايين تبعث الروح في جنبات الصحراء المترامية. الأفلاج هي أقنية محفورة في باطن الأرض أو تم تشييدها على سطحها، وقد تكون مغطاة أو مكشوفة لغرض تجميع المياه الجوفية أو العيون أو المياه السطحية، ونقلها من مواردها من خلال تدفقها الطبيعي بسبب الجاذبية الأرضية ودون استعمال آلات لرفعها. والأفلاج في اللغة هي جمع لكلمة فلج، ويعني النهر الصغير، وقيل الماء الجاري، وفلج الماء هو الماء الجاري من العين، وكذلك الفلج هو الساقية، جمعها الفلجان أي سواقي الزرع، ومنها الفلجات أي المزارع، والفلوجة هي الأرض الصالحة للزراعة. والأفلاج هو الاسم المتداول لأقنية المياه في أغلب دول الخليج العربي، كدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. أما في البحرين فيسمى الفلج بالفقب أو الثقب، وفي إيران يسمى القناة، وفي العراق يسمى الكهريز. نظام الفلج عبارة عن نظام متكامل يتكون من الفلج ومنطقة الاحتياج، وقد يتكون نظام الفلج من فلج واحد ومنطقة احتياج واحدة، وقد يحوي أيضاً على أكثر من فلج وأكثر من منطقة احتياج ترتبط فيما بينها بطريقة معينة لتوزيع المياه. يتكون نظام الفلج من أم الفلج، وهي أول عين أو أول بئر متصلة بالقناة، ويجب أن يكون منسوبها أعلى من أول مكان تخرج منه المياه إلى سطح الأرض ليستمر الفلج في الجريان. الساعد فرع من الفروع له صفات الفلج نفسها، والذي يساعد على زيادة كمية المياه الداخلة إلى القناة الرئيسية، ويلتقي الساعد مع الفلج عند الفرضة أي الفتحة، والتي تسمى فرضة ملتقى السواعد. الفرضة عبارة عن فتحة على هيئة ثقب رأسي كالمدخنة، وتسمى بالثقبة أيضاً، حيث تصل هذه الفتحة بين قناة الفلج المغطاة تحت الأرض وبين سطح الأرض، فيتم من خلالها إجراء عمليات التنظيف وإزالة الرمال والصيانة والمتابعة. الشريعة هي أول مكان لظهور المياه إلى سطح الأرض. مناطق الاحتياج
وهي المدن أو القرى أو الأماكن المستفيدة من مياه الفلج، سواء لأغراض الشرب أو الري أو سقي الحيوانات أو الاستخدامات المنزلية الأخرى. لتشييد نظام الفلج مراحل عدة، أولها عملية اختيار المكان المناسب لحفر الفلج، فيتم التعرف على أم الفلج، العين الأم، في المناطق الجبلية عن طريق العيون المنبثقة من باطن الأرض، وفي المناطق الرملية والتي يمكن أن يصل عمق المياه فيها إلى أكثر من 35 متراً، تكتشف أم الفلج بالحدس والخبرة والفراسة التي يتمتع بها ساكن الصحراء، وذلك من خلال الاطلاع على أشجار الجاف وطريقة نموها، فيمكن التكهن بحجم الخزان المائي الجوفي من مشاهدة درجة اخضرار أوراق الجاف أو من طريقة ميلان الشجرة نفسها. أما بالنسبة إلى التعرف على أم الفلج في الأودية، فتتم من خلال ملاحظة جريان المياه المستمرة فيها وتحديد علاماتها من خلال أناس متخصصين يستخدمون في كثير من الأحيان طرق قياس تقليدية أو بوساطة الحدس. إذا توافقت حسابات خبير اكتشاف أم الفلج مع ما هو مطلوب، تأتي المرحلة الثالثة، وهي حفر نفق تحت الأرض مع القناة المفتوحة التي تعد مجرى الفلج على سطح الأرض، ويكون طولها بحسب غزارة المخزون الجوفي. ينفذ النفق بطريقة هندسية دقيقة، حيث يتوخى الخبير الدقة في درجة الميلان والانحدار، فتكون مقاسات الأنفاق مختلفة من فلج إلى آخر ومن نقطة معينة في الفلج نفسه إلى نقطة أخرى باختلاف العوامل المحيطة. ومن خلال هذه الأنفاق تنجرف المياه بانحدار شديد نحو النفق بفعل قوة الدفع من الخزان الجوفي الكبير للمياه، وبعد مسافة قريبة تجد المياه تنساب بهدوء باستخدام طريقة الانعطاف في النفق والتي تسمى بالليمة. ولهذه الانعطافات أغراض معينة، منها التوازن في الانسياب. بعد ذلك يرتفع النفق شيئاً فشيئاً إلى أن يصل إلى سطح الأرض، ومنه تشق قناة مفتوحة تجري فيها المياه إلى المناطق المراد ريها. أثناء حفر النفق تنفذ فتحات الفرض لتخرج إلى سطح الأرض على مسافات متقاربة من أجل سهولة صيانة الفلج في حالة انضماره في التربة ولتوفير التهوية لمن يحفرون النفق. رغم تشابه معظم الأفلاج في بعض الصفات، إلا أن هناك اختلافاً كبيراً في نواحٍ عديدة، من حيث الاتساع والعمق ونوعية المياه المتدفقة وتكويناتها ومحتوياتها وطبيعة الأرض التي تسير فيها وعليها. ومن أبرز أنواع الأفلاج الأفلاج الداوودية، ويتميز هذا النوع من الأفلاج بثبات مستوى تدفقها إلى حد كبير، وتنسب تسميتها إلى النبي سليمان بن داود وفقاً لما جاء في المرويات التاريخية. ومن أهم صفاتها تدفق المياه بغزارة لاعتمادها على المخازن الجوفية الهائلة المتشكلة عبر آلاف السنين، والتي لا تتأثر غزارتها بالأمطار الموسمية أو غيرها من العوامل. الأفلاج الغيلية، وتستمد مياهها من تجمع الأمطار في المستويات الأعلى للمياه الجوفية، وهي غالباً أفلاج سطحية مكشوفة من المنبع إلى النهاية، وتتم تغذيتها من مياه الوادي. تعد الغيلية أفلاجاً موسمية لا تستمر إلا في فترات معينة، حيث يرتبط تدفقها بالمياه الجوفية المتشكلة من مياه الأمطار بشكل كبير. الأفلاج العينية، وهي الأفلاج التي يكون مصدر مائها الينابيع والعيون. تتدفق مياه هذه الأفلاج من عمق الطبقات الجيولوجية المتكونة من الأزمنة السحيقة،
وعادة ما تكون مصاحبة لمواد كبريتية، وتصلح في كثير من الأحيان لعلاج بعض الأمراض مثل الروماتيزم وغيرها من الأمراض. الأفلاج هي مصدر الحياة لبدا والصحراء، فتستخدم مياهها للشرب وسقاية الحيوانات والاستخدامات الصناعية كتحريك الطواحين المائية والاستخدامات المنزلية مثل غسل الأواني والملابس. كما تستخدم مياه الأفلاج لسقاية الأراضي الزراعية مثل أشجار النخيل وغيرها من نباتات الصحراء، حيث ساعدت في الحد من التصحر ومقاومة الجفاف وسط أراضي الصحارى الشاسعة. عرفت الأفلاج بكونها حلاً هندسياً بسيطاً وعبقرياً لجر المياه من مصادرها بفعل الجاذبية قبل ظهور نظرية الأواني المستطرقة بآلاف السنين. هذا النظام لأقنية الري كان معروفاً في أماكن كثيرة في العالم قديماً وحتى في أوروبا وآسيا الوسطى، وكشفت الأبحاث التاريخية والأفلاج الأثرية القديمة في الإمارات وعمان وجنوب الجزيرة العربية أنها من أقدم أنظمة الأفلاج في العالم، إذ ترجع إلى العصر الحديدي قبل 3000 عام، حيث انتقلت في وقت لاحق إلى بلاد فارس وبلاد ما بين النهرين، ثم إلى مصر ومناطق أخرى من العالم. وكانت أكثر أنظمة الأفلاج تعقيداً موجودة في إيران وأفغانستان، وقد سميت بالقناة وكهريز، حيث تحدثت عنها كتابات أثرية من عصر الملك الأشوري سارجون الثاني عام 714 قبل الميلاد. رغم التقدم التكنولوجي في يومنا هذا، إلا أن نظام الأفلاج التاريخي لا يزال يؤدي عمله على أكمل وجه دون توقف منذ أكثر من 3000 عام، فهو لا يعتمد على مضخات قد تتعطل أو قساطل قد تصدأ وتتفجر، فكل ما يحتاجه هذا النظام للاستمرار بنقل المياه هو تنظيف الأقنية من الطمي بين الحين والآخر. الأفلاج التي أنشأها سكان الصحارى منذ القدم، منها ما هو معروف وحي إلى يومنا هذا، ومنها ما اختفى بفعل عوامل الزمن. تشتهر سلطنة عمان بأفلاجها العديدة، وخاصة التي تم إدراجها ضمن لائحة التراث العالمي، وهي ثلج دارس. يوجد هذا الثلج في ولاية نزوة في محافظة الداخلية، وهو أشهر ثلج داوودي في السلطنة والأكبر في المحافظة، حيث يبلغ طول قنواته 7990 متراً، ومكون من 3 سواعد شهيرة، وهي الساعد الرئيسي والساعد الشرقي والساعد الغربي. يستمد ثلج دارس معظم مياهه من الوادي الأبيض، وتتجلى أهميته في ريه للأراضي الزراعية ذات المساحة الشاسعة الموجودة في ولاية نزوة، والتي تقدر بنحو 1,715,000 متر مربع. ثلج الجيلة. سمي هذا الثلج نسبة إلى موقعه في قرية الجيلة التابعة لولاية صور في عمان، وهو أحد الأفلاج العينية الذي يتغذى من وادي شاب. يعد ثلج الجيلة المصدر الرئيس للمياه في القرية، ويصل طول مجموع قنواته إلى 161 متراً، حيث تستخدم مياهه في المجالات المتنوعة للحياة اليومية ولري الأراضي الزراعية، والتي تقدر مساحتها بنحو 10,000 متر مربع. تتميز مياه ثلج الجيلة بالنقاء وقلة تأثرها بانخفاض أو ارتفاع منسوب المياه الجوفية. ثلج الميسر، وهو من أهم الأفلاج في محافظة الباطنة في عمان، ومن الأفلاج الداودية العميقة، والتي يصل عمقها إلى نحو 50 متراً، ويعد من الأفلاج ذات التدفق الغزير، والذي يبلغ طوله حوالي 5,783 متراً. يتميز ثلج الميسر بكثرة تدفقه،
لأنه يتغذى من واديين مكونين من طبقات من الصخور الرسوبية، حيث يعتمد عليه الأهالي في ري مزروعاتهم التي تبلغ مساحتها قرابة 1,133,000 متر مربع. يتميز هذا الفلج بنقاوة مياهه وبتأثر تدفقه بجريان الأودية. فلج الخطمين. يقع الفلج في نيابة بركة الموز، وهو من الأفلاج الداودية المهمة في سلطنة عمان. يحصل الفلج على المياه من وادي المعيدن الذي يتدفق بغزارة عند هطول الأمطار، ويبلغ طوله 2,450 متراً. يمتاز فلج الخطمين بالدقة في توزيع المياه وديمومة استمرارية تدفقه طوال العام. تم تقسيم مجرى الفلج إلى 3 أقسام، واحد لري المزروعات واثنين يعودان ليلتقيا في مجرى واحد، وهما مخصصان لري الأراضي الزراعية التابعة لبيت المال. الفلج الملكي هو أحد أفلاج ولاية إزكي في محافظة الداخلية، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى الإمام مالك بن فهم الأزدي. ويعد هذا الفلج أكبر الأفلاج في سلطنة عمان من حيث عدد السواعد المغذية، فقد بلغ عددها 17 ساعداً، فيما يغطي هذا الفلج مناطق زراعية واسعة. ينقسم الفلج الملكي إلى قسمين، أحدهما يروي منطقة نزار، أما الآخر فيروي منطقة اليمن. ونتيجة لقلة الأمطار والضغط على المخزون الجوفي المغذي للفلج قل تدفقه، لكن بقي هيكله الإنشائي بحال جيدة، فقامت الحكومة العمانية بحفر عدة آبار لزيادة تدفقه. أما الإمارات العربية المتحدة فتشتهر بالكثير من الأفلاج، وخاصة مدينة العين التي سميت قديماً بمدينة الأفلاج لضمها أكبر عدد من الأفلاج في البلاد، ومنها فلج الهلي وفلج المعترض وفلج العيني وفلج الداودي وفلج المسعودي والفلج الجاهلي وفلج وادي الحمام. وقد توجت دولة الإمارات العربية جهودها في الحفاظ على نظام الأفلاج بنجاح من خلال إدراج ملف الأفلاج الوطني المقدم باسمها في قائمة لائحة التراث العالمي اليونسكو. لا يمكن ذكر الأفلاج دون أن نعرج على المملكة العربية السعودية، وخاصة محافظة الأفلاج التي هي إحدى محافظات منطقة الرياض ومن أقدم مناطق المملكة. سميت بالأفلاج بسبب وفرة عدد العيون فيها وغزارة مياهها، فقد كانت الأفلاج تضم نحو 17 عيناً، بعضها تعد من أكبر العيون في الجزيرة العربية، حيث كانت سيول محافظة الأفلاج تتدفق بغزارة وأنهارها تجري باستمرار. وحتى اليوم لا تزال بحيرات عيون الأفلاج تعد واحدة من أروع وأكبر البحيرات في شبه الجزيرة العربية ذات الطابع الصحراوي البديع، والتي طالما روت الأراضي الزراعية البعيدة عنها عبر أنظمة الأفلاج القديمة. يعد فلج معول، والذي يقع في سلطنة عمان في ولاية بهلا في الداخلية، من أغرب وأندر الأفلاج في العالم من حيث عدم انتظام وتيرة تدفق المياه فيه. وهو فلج عيني ينبع من أسفل الجبل من شق ضيق بين الصخور الجبلية، ويتدفق في بعض الأوقات بقوة شديدة ثم يضعف، وفي بعض الأوقات يتدفق بغزارة قبل هطول الأمطار في ظاهرة عجيبة، ما جعله مقصداً للسياح للتعرف على طبيعته. كانت المعتقدات القديمة تحكي أسطورة مفادها أنه تم تقسيم الفلج إلى 7 أيام للإنس يتدفق فيها ليستفيدوا من مائه، ومثلها للجن يحبسون الماء عنهم، إلا أن الدراسات العلمية الحديثة أثبتت وجود ظاهرة علمية تسمى بالتدفق والاندثار، حيث يعتمد تدفق مياه الفلج على كمية المياه بالخزان الجوفي وضغط الهواء داخل الخزان والانحدار الشديد لمستوى سطح الأرض، ما يجعل ماء الفلج يتدفق ويندثر بهذه الطريقة النادرة.
تغنى بدو الصحراء بالأفلاج منذ قديم الزمان من خلال رسم الصور الشعرية البديعة وربط سحر تدفقها بمحبوبتهم تارة وبالفخر والعزة تارة أخرى. قال الراعي النميري وهو الشاعر الذي يعد من فحول الشعراء المحدثين في زمن الدولة الأموية: وزلن كالتين وارى القطن أسفله واعتم من بردي بين أفلاجي يمشين مشي الهجان الأدم أقبالها خل الكؤود هدان غير مهتاجي كأن في بورتيها كلما بدت برديتي زبد الأذي عجاجي. وقال الشاعر الأموي القحيف العقيلي: سلوا فلج الأفلاج عنا وعنكم وأكمت إذ سالت سرارتها دما عشية لو شئنا سبينا نساءكم ولكن صفحنا عزة وتكرما عشية جاءت من عقيل عصابة تقدم من أبطالها من تقدم. الأفلاج في الصحارى ليست مجرد إرث تاريخي مهم ومصدر رئيسي للحياة ونبع متجدد يفيض بالخير، بل هي أيضاً شاهد حي على عبقرية الأجداد في هندسة جريان المياه والاستفادة منها، ومنظومة قيم أصيلة متجذرة لا زالت تتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل.